السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من يوميات عصقول. جبت العيد كذا مرة في الحلقة الأولى، ولكن بإذن الله هالمرة راح أجيب الخيارات الصحيحة من أول اختيار ونقول بسم الله. Well, look, you finally decided to wake up. You've been quite elusive. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison. أوف، تاريخي كله عندهم. Stealing the Tunisian diamond. قالوا لي تاريخك الأسود الأهبل هذا كله عندنا، ولكن نبغاك بهذا المشن تنجزه لنا وراح نسامحك على كل اللي مضى. قراب القمح. أوكي وصلتها. قلت لكم يا شباب فهمت السالفة خلاص. والله من أول محاولة. Expanding foam. هذا نفس الجهاز اللي صغر لكن هذا يكبر. ويت كذا حسه خيار أهبل بس ويت. أيوة شفت، أقول لك فهمت له، والله فهمت له. أوكي إيش السالفة الحين؟ طيب إيش الخيارات الموجودة؟ نمشي في الباب أو المصعد الفيتر أو الكمبيوتر. في مفتاح هنا. طيب في شغلات يعني لازمني أضغط أو أنتبه لها، ممكن تكون دليل أو شيء. طبعا غير خيارات القوائم هذه. دام السالفة تسلل خلنا نروح التهوية بما أنه خبرة. صقع راسه فوق. أيوة شاف الشيء اللي يريده، الظاهر الأحمر هذا. أوكي وين رماني؟ ماجيك بنسل. أوكي يرسم الطريق. توقع هذا القلم. المخرج سو كرياتيف والله. أوه أوكي والله صح يا أخي، بس هو الزبلاين كان في المكان الخطأ. طيب تليبورت ما توقع يا أخي مرتين. خلينا نشوف الطيران. وصل. أيوه J11 J1. Thank you, kid. Let me out of here. Huh? Ah, هذا المفتاح اللي أخذته. Oh, thank you. You're welcome. طيب, thank you. وين راح؟ ساعدني. Okay. ممكن نهكر البوابة واللي ما أتوقع أبداً إنه يمديه يسويه. وش ذا؟ طباعة الورقة. ما له دخل صح؟ طباعة ورقة. لكن هذا الخيار الصحيح صدقني. اوكي اوه شوف هذا الدايموند اللي نباه. يوم اقول لكم فهمت اللعبة يا شباب. اوكي هذا يصغر نفسه، اتوقع يصغره عشان يمديه يهربه يمكن. ايوه برضه صادن الجهاز. ما عندي شيء. Looks like he set off some sort of alarm. Okay, but the matter طيبة مشت القصة. All right, move to Plan B. Call in reinforcements and move in. Oh, استدعوا الدعم. راح يدعموني. أهم حق دعم. ولا طيب أنا حاليا على المروحة. أرمر. وش ذا؟ تقلب السلحفاة عشان رصاص مظلة. أحس إن ال من المروحة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما مداه يودعهم والله وداعية صح. لا لا بديت أفقد السيطرة يا شباب، هذا هو الصح. أوه واو رجعت كبيرة هذه. بيشل عنه. ايوه كفو. وقف يقضي حاجته. What is Ken? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. خلاص شافوني قدرت اجيب المجوهرات هذه، قالوا يستاهل الحرية وتركوني. الاندنج كم محاولة؟ 68 محاولة كم مسموح لي؟ الحلقة الرابعة والأخيرة. يلا. Hello Henry. يا مرحبا. Welcome to the wall. Some of the most cunning and to the walls. كانوا خذوها من Game of Thrones. The infamous Henry sticker.
you're going to be here for a long time. Mm. Grigori, take him. And Grigori... Wait here until cell found. أيوة هذا إيش سوي؟ Wait for transfer. Play dead. اعمل نفسك ميت. فدي شوف هذا. والله برد. Grigori. Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Shit. اعمل نفسك ميت من شباك والله يرمونك. Wait for transfer boost up. ايش هذا؟ اها تساعده الظاهر. ترميه. الله اكبر. طيب سحب عليها. حلو. الله اكبر عليك. Yeah, and I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. What the hell is that? Bonus pros. طيب, no. هي وش بتسوي؟ Oh yeah, last night. Okay. تكفر تقول خير صحيح. اوكي الحمد لله. وهي كملت معنا. تك داون. الله اكبر. ايوه هنا شغل صح. If we can get you up there, you could get in and open this door. اوكي اذا وصلت فوق بنقدر نفتح الباب. حلوين. راح ترميني؟ ايش ذا فورست هذا؟ لا. اوكي في جهاز غريب هنا اول مره نشوفه. خلينا نجرب هذا. لا. تيم وورك ما ينفع. خلنا نجرب فورس. What the hell. اوه هنا جرينيد تفرقعهم. One each. اوه سلاح لهذي وسلاح لي انا. اوكي جرينيد وبعدين هذي كروسبو. اتوقع اوف لم تزبط. 360. What the hell. سنايبر تيزر ايش بيسوي؟ والله ما تجي على بال واحد. هي تكهرباء عشان يرمي صح. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. اوكي نسوي نفسنا ترميها تلبسها. اوه دقلة حية. خلنا بس من بعيد كذا نحشة. نزل كابم. وش سوينا؟ إيه علينا. طيب وش هذا التروز هذا؟ حلوين. يتفاهمون معاهم احنا نحاش. اوكي وشلون نساعدها؟ اغبى شيء دور ادرينالين. ادرينالين هذا بيجيب العيد. اذني اتوقع هذا الخيار الصحيح. عشان يضحك فوكا يعني. طيب ننحاش الحين مع اللي راكبين الموتر وهذا مسكر وفيه عساكر تشوفهم في هالمكان او المكان المفتوح او تاخذ. يا سلام صار فيها دباب. Well, if it isn't Henry, there has not been an incident in 50 years, and the day you show up, this happens. You are going to regret everything. كفو أنا شهد. والله المحزن من مين أنا بسم الله. أقول لكم الدباب ما في نقاش. اتوقع المصممين هذا نفس اللي صمموا لعبه امونج اس. اذا عجبتكم ودكم تكمل اكتبوا لي في الكومنت لا تنسوا اللايك. شكرا للمنتسبين وشكرا منصور كل من دعم القناه ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.